محاضرة الحاسبات 3D AutoCAD. الواير فريمز، الواير فريم يطلع لنا النقاط والحواف يعني التوصيل بين النقاط. اليوم مثل هذا المكعب، هاي الحواف مالته وهاي النقاط. سيرفس راح يطلع لي سطح كسطح، يعني ما يطلع لي بس الحواف. السوليد راح يطلع لي جسم كجسم سوليد، يعني الحواف هسه الخلف ما مبين لان هذا سوليد معتمد. سنجي الى 2D سوليد، هنا نقدر نسوي سوليد من ال 2D، يعني سوليد with first point، second point. نقدر نرسم بالماوس، نقدر نكتب نقطتين للتوضيح أكثر. ناخذ الثوب، هذا الثوب نفس المستطيل، داري نطلع الخامة من فوق شلون من يبغى، نقدر نزرعه ونرسمه مستطيل أو نكتب هذي السي ونرسم مستطيل مالتنا. هذا مستطيل سوليد، نختار مثلا النقطة الأولى التسلسل مالته، يقول النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، النقطة الرابعة. سووا هذا الشكل، أولى، ثانية، ثالثة. هذا سوالي سطح، سوالي سوليد بتو دايمنشن مو واير فريم. هذا زين، هذا اللي بدنا نسوي الثاني. نغير التسلسل، اختار النقطة الأولى، النقطة الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا.
3D face نسوي face نفس هذا الرسم نختار النقطة الأولى النقطة الثانية الثالثة الرابعة طبعا إذا أريد invisible ولا invisible راح نختار الشكل نختار شكل ثاني حتى يبين عندنا في الفش عندنا بالصوت فيس زين الانفيزبل اذا اريدها ظاهرة الحافة او ما ظاهرة تو نرسم الشكل اللي قدامنا من بولي لاين هاي النقطة الأولى هاي الثانية الثالثة الرابعة الخامسة نختار يا واحدة بزول الثالثة والخامسة الثالثة والخامسة تريدي فيس هاي انفيزبل داري نسوي انفيزبل مثل هاي فراح نجي النقطة الأولى ثانية هاي انفيزبل هنا ثالثة وخامسة ثالثة وخامسة ثالثة قد وانت ما يدعش بطمعش ناقص ما يبدأ في 12 ناقص 12 ناقص 12
بس هاي تعرف هاي بزو رابع هاي خامسة هم بزو هاي قال خامسة هم بزو نكتب اي انتر قلت خامسة 25 12 ممكن البقية صار عندنا يجي فيس age command يتعلق بالانفيزبل specify نشوف عندنا هاي ال age هاي عندنا انفيزبل صارت وهاي انفيزبل لازم نطلعها طلع لي شيكو ايج مش كمان المش نقدر منا نستخدمه طلعها او نكتب مش احنا يسألني بوكس معروف بالبوكس مش هاي الاوامر هنا هذا اريد نرسم اي شكل يعجبني وهاي المساعدات مالتها وهذا اللي هو مش بوكس مش برمتر اللي هي البوكس وروحها مش بوكس مش هنكتب بوكس او هو مفعل انتر راح اقل specify first point was first corner ممكن الأبعاد طبعا فيرس كورنر بأي مكان يجبك أول نقطة أو تيجي تكتبها 20 فارز 20 هذا كورنر هذا كورنر هاي 4 2 نغير نكتب مش بوكس انتر اول كورنر 0 فارز 0 حتى يطلع ما يلي موجود من هذا ات ات اللي هي راح يقيس من نقطة اخر نقطة رسمتها 4 2 4 2 بس بما انه انا منطق قياسات 2 دايمنشن راح يسألني على ال 3 دايمنشن اللي هو الارتفاع اللي هو هنا 2 كات بس صار عندي صار عندي هذا مش بوكس بس اذا نحول له واير فريم يطلع عندنا مش سوى اوربت
هذا هو يمشي بوكس. نقدر نرسم بوكس مش بوكس بوكس. نقدر نطيل بعد 3 dimension بدون مثلا 5 × 5 × 5 × 5 هاي 3 dimension. نقدر قبل نطيل بعد الثانية اللي هي آت حطي قيس 2 × 5 ونعطي 5 × 5 × 5. مش كون نفس الشيء نفس عملية مش نختار كون نشوف وش يريد مني. مش ناش كون سي لازم نكتب هنا سي انتو راح اقول لي specify center point. القاعدة مع الكون الراديوس دايمتر 5 سواء سيبقى عندنا ارتفاع اليد 10 سواء هذا هو الكون او العلم مش هذا هو الكون. بقي السلندر نفس الشيء برمد نفس الشيء السير نفس الشيء نريد نسوي شكل بطريقة دبليو اتش سلندر الأشكال كلها نفس الطريقة بس هذا المش إذا أريد نغيره يعني تلعب مثلا هنا نسوي سموث سموث مش ثواني يعني التعديلات على المش سوي ريفاين وانا ريفاين مش نكتب مش ريفاين وهنا سوالي ريفاين مش صغرها يعني زين. مش مش سموث ريفاين سوالي هذا مو مش اكسترود اذا اريد نبثق او نمد او نبثق المش نكتب مش مش سيبود سلك مش نختار مش التجميع هاي نكتب
يقدر يرتفع 10 متر. شوف السؤال هنا، هاي المشبثة خف طلعها. نقدر نعيد. مش السحول نقدر نختار مثلا هاي وهاي وهاي وهم بعشرة. شوف زين، مش سبلت تقدر تقسم السبلت المش الى اثنين او ثلاثة، او تسوي لها او بعدين تسوي لها مارج يعني دمج. سنحول واير فريم مثلا سبق عندنا هذا. هسه سوينا مش سبلت سلكت مش بيس، هاي نختارها مثلا سبيسفاي فيس سبلت بوينت اون فيس، نختار مثلا نوخر الأوبجكت سمارت نقول اختار هاي النقطة هاي واحدة وهاي اثنين. بس المش قسمها إلى اثنين نجحها هاي. بس هاي مش هنا قسمة ثلاثة يعني وصل اللي أنا اختاره، بس إذا بدي أرجعها المرج مش مرج مش select new space واحد هذي انتر صار واحد جالس انا اختارها هاي واحدة صارت واحدة زين. مش كلوز هول اللي هي مثل الكب، يصير اذا عندي سلندر مفتوحة مثلا اريد اسوي لها كب، او مثلا هذا اسوي لها كب كب يعني بس على هاي على هذا السطح يعني ما راح يصير سوليد. كونفرت مش نقدر نختار ويندوز كونفرت او كونفرت واشنطن سمول
دوت كوم فات surface convert convert surface واحد غير لي direction مال مش بس ده رسمنا بوكس مش بوكس بعد البوكس صفر فارق صفر عندنا بوينت 24 10 فارز بوينت 24 والارتفاع مالت 3 بس هذا عندنا جدار مثلا سوداء حتى اعرف قد المش مالته هاي مثلا نسوي بيه نقشة استخدم مش اكسترود مثلا اختار هاي هاي انت طلع مالت نقول 0.5 وصار عندي طلع بالجدار لازم السيارة أكثر من السمك مهم